هاي انا عليا، هنعمل النهارده كارباتشو بالبرتقال وهستخدم بوتاجاز لجرمانيا كلاسيكال 5 عيون. وانا النهارده هستخدم العين الصغيره عشان عايزه النار تبقى هاديه وانا بعمل صوص دبس البلح. اول ما يبتدي بقلل بنحط الويبنج كريم بتاعتنا ونقلب كويس قوي، وبعدين الفانيليا والقرفه، ونقعد نقلب لحد ما نحس ان الصوص ابتدى تتربط في بعضها وابتدى يبقى البابلز اللي بتطلع لنا على الوش كلها لون افتح شويه. البوتاجاز فيه نظام امان ايطالي بالكامل، يعني لو في اي لحظه الصوص فار الغاز هيفصل لوحده اوتوماتيك. هنبتدي نحضر الكارباتشو بتاع البرتقال. انا استخدمت برتقال بلدي وبرتقال بدمه وليمون حلو، وده بيدي لون للبرزنتيشن في الاخر. في نفس الوقت كل نوع برتقال من دول له طعم معين. فكره الديزرت ده سهله والوانها حلوه. الصوص بتاع الكارباتشو هو صوص بدبس البلح، واخترنا دبس البلح عشان يعمل بالانس مع الاسيديتي الجامده بتاعه البرتقال. بعد ما بنقطع البرتقال رفيع قوي بنرصه في طبق التقديم، بنحط صوص دبس البلح عليه من فوق والفستق المتكسر شويه، اخر حاجه ورق نعناع فريش. الاسيديتي بتاعه البرتقال مع طعم دبس البلح والفستق والنعناع عامله اول راوند بالانس في التكستشر وكمان في الطعم. La Germania, the kitchen genius.